صراحة لفتتني كثير وكلها مشاعر جميلة جدا من حساب علي. لم أكن أشعر بالحياة حتى بشرني الله بك، فأصبحت أنت كل ما يهمني في هذه الحياة. يعني وكأن لسان حال هذا العسكري المرابط على الحدود وهو ينظر لصورة طفلة الجنين في بطن أمه يقول هذا الكلام. الله يردك سالم غانم بإذن الله، أنت وكل من معك من زملائك، وتقر عينك بشوفة طفلك ويتربى بعزك يا رب. أكيد ألف مبروك.